السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. البنات كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى تكونوا بخير ان شاء الله. اليوم نقدم معكم واحد الوصفه عباره عن املو منزلي، كيجي لذيذ وما غاديش تشبعوا منه ان شاء الله، وسهل ومكونات بساط وصحيين. تبعوا معي ان شاء الله طريقه التحضير، تبعوا معي ان شاء الله المكونات وطريقه التحضير. اول حاجه البنات، عندي هنايا كاوكاو احمر، وعندي هنايا كاكاو احمر تزول الا بغيتي تزولوا ليه القشره، الا بغيتي تخليوه هكاك. عندي هنايا تقريبا كاوكاو كيلو تقريبا ما يعادل 3 زلايف ديال الكاوكاو. وعندي هنايا زلافة ديال اللوز، وجوج معالق ديال السلجنان اللي معروف بالسمسم، وجوج معالق ديال النافع. وعندي هنايا زريعة الكتان تقريبا زلافة ما عمرش. دابا ناخذ هاد المكونات كاملين نحمرهم، يا اما في الفرن يا اما غير في شي مقله، وتردوا بالكم تحمروهم مزيان، واللوز شو حتى يكون ذهبي في الداخل، يكون محمر من الداخل، وكاكو حتى هو تحيدوا لي القشره تشوفوا واش محمر وصافي. يمكن لكم تحيدوا القشره، يمكن لكم تخليوها ملي تحمر. وغنحمرهم كاملين البنات. عندي 5 المكونات اللي عندي: كاوكاو واللوز وزريعة الكتان والنفع والزلجلان سنجلان وملقة ديال القرفة مطحونة، ولكن هي غنزيدها غير من بعد ملي نطحن، يعني ملي نطحن نحمر الزرع ديالي، ملي نحمرهم ونطحنهم، نطحنهم في الطحانه ديال الدار هذيك ديال المولينكس، نطحنهم في غير في هذيك اللي بغات طحنهم في برا في العشاء طحنهم، اللي ما بغاتش طحنهم غير في الدار. انا هنايا طحنتهم غير في الدار، عندي حمرتهم وطحنتهم. ملي نحمرهم البنات نرجع معكم ان شاء الله. انا البنات رجعت معكم بعد ما حمرتهم، كيجيو على هاد الطريقه كما كتشوفوا معايا، وغنطحنهم دابا. كما كتشوفوا معايا وصلت للمرحله الاخرى بعد ما حمرتهم، طحنتهم في الطحانه ديال مولينكس على هاد الطريقه هادي، خلطهم كاملين وطحنتهم حتى سليتهم. دابا ندوز ندير لهم نعصرهم في الماكينه، زعما نخلطهم في الماكينه ديال المولينكس، ندير لهم زيت العود والسكر كلاصي، ولا بغيتو تزيدو حتى هذا، الا بغيتو تزيدو ديروا بلاصه زيت العود ديروا ارغان. انا هنايا ندير غير زيت العود. كما شفتوا معايا البنات طريقه سهله، ما كتحتاجش شي مجهود، غير في تصيبي املو ديالك في الدار وعارفه اش كتاكلي، وخا عطا الله تعاونيات وعطا الله شي مرات كتلقاي شي حاجه زوينه، كيكون عندك زهر في شي حاجه زوينه كتلقيها هي هذيك، شي مرات كتلقايها ماشي هي هذيك. اما الواحد يري على كتافه ويصيب شي حاجه لراسو في الدار. كما شفتوا راه طحنتو، دابا وجدت هاد القريعات ديال العسل اللي
سلم النوم العسل وندير فيهم املو. صراحة هذه كانت ديال املو والاخرى ديال العسل. وهنا البنات بعد ما طحنتهم كاملين درت لهم سكر كلاصي على حسب الذوق والمعلقة ديال القرفة، معلقة كبيرة، وكما قلت لكم زيت العود على حسب الخليط والسكر كلاصي على حسب الذوق. وهانتوما كتشوفوا معايا كيفاش كيولي، صراحة كيجي واعر. وانا ما كترتش فيه الزيت، خليته شوية يكون ثقيل. وهذه هي الكمية اللي خرج ليا، درت فيهم عمرت دوك جوج قريعات كما شفتوا معايا. غير جربوها البنات ما غاديش تندموا ان شاء الله. وما تنساوش البنات الاشتراك في القناة واللايك والتعليق زوين ان شاء الله اللي كيحفزني. شكرا على التشجيع ديالكم بعدا، واللي مازال ما اشتركتش في القناة تشترك فضلا وليس امرا. والى الفيديو القادم ان شاء الله. بالسلامة عليكم وبالصحة والراحة.